لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الشامل في فقه الخطيب والخطبة نتناول بإذن الله تعالى اليوم مسألة من المسائل المتعلقة بفقه الخطيب والخطبة. ومسألة اليوم هي تحدث الخطيب أو غيره على الناس بالوعظ أو غيره بعد صلاة الجمعة. تحدث الخطيب أو غير الخطيب على الناس بالوعظ أو غير الوعظ بعد صلاة الجمعة. أحيانا بعض الخطباء بعد صلاة الجمعة يقوم يقول كلمة في الناس، أو غيره من الناس ممكن يقول كلمة، فما حكم ذلك؟ يعني أن يكون عقب الجمعة في مثل هذه الكلمة أو نحو ذلك. قال: هذه مسألة تتكرر في كثير من الجوامع، حيث يقوم الإمام نفسه أو بعض الحريصين فيحدثون الناس بعد الجمعة بمواعظة أو إلقاء بيان أو نحوه، أو إلقاء بيان أو نحوه، حاجة تنبيه، يعني يا جماعة مثلا عندنا كذا أو كذا الجمعة مثلا القادمة، عندنا يوم كذا في كذا ونحو ذلك. قال: فقد نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد أنه قال: إذا كانوا يقرؤون الكتاب يوم الجمعة على الناس بعد الصلاة أعجب إلي أن يسمع، إذا كان فتحا من فتوح المسلمين أو كان فيه شيء من أمور المسلمين فليسمع، وإن كان شيئا إنما فيه ذكرهم فلا يستمع. مجمل كلام الإمام أحمد معناه إذا كان يقرؤون الكتاب، يعني هيقولوا شيء مكتوب هيقرؤوا على الناس يوم الجمعة مثلا بعد الصلاة، بيقول أعجب إلي أن يسمع إذا كان يتعلق بماذا؟ فتح من فتوح المسلمين مثلا، الخطيب أو غيره مثلا من ينوب عن الإمام أو نحو ذلك، هيقوم في الناس بعد الصلاة ويقول: يا جماعة حصل والحمد لله فتوح للمسلمين في ذلك في مكان كذا، أو حصل كذا خير للمسلمين في مكان كذا، أو ينبههم إلى أمر مما يتعلق بأمور المسلمين، هذا لا بأس به كما يقول الإمام أحمد بل يسمع، أو كان فيه شيء من أمور المسلمين، يعني حد هيكلمهم على مشكلة عند واحد من الناس، أزمة مثلا تتعلق بأحوال المسلمين نحو ذلك، وإن كان شيئا إنما هو فيه ذكرهم فلا يسمع يستمع. يعني هيبقى فيه ذكرهم كلام عن نفسهم وعن مثلا يعني أحوالهم هم التي لا تتعلق بأمور المسلمين، وإنما يريدون هم رفع لأنفسهم أو نحو ذلك، أئمة أو ولاء أو نحو ذلك، فلا. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية: ما حاصله؟ إن الوعظ والإرشاد والتعليم لا يتقيد بزمن، بل ينظر فيه إلى المصلحة وحالة المتعلمين ونحوهم، فينبغي تخولهم بالموعظة وعدم الإملال. أما المنع من الموعظة والتذكير بعد صلاة الجمعة فلا أعلم له أصلا. بيقول يعني ما فيش أصل، فيش شيء يمنع من الكلام بعد صلاة الجمعة، بل قد روي عن جماعة من الأئمة كالشيخ تقي الدين أنه كان يقرأ الحديث بعد صلاة الجمعة. يعني شيخ ابن تيمية الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان بيعمل درس يوم الجمعة بعد الصلاة، بعد الخطبة يدي درس. وكذلك يذكر الشيخ عبد الغني ابن سرور صاحب العمدة وغيرهم أو غيرهم، يعني أنه يذكر عن شيخ الإسلام وغيره أنه كان يفعلون ذلك. وقال أيضا يعني الشيخ محمد بن إبراهيم، قال ابن تيمية: فإن ابن أبي كان مظهرا لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وكان كل جمعة يقوم خطيبا في المسجد يأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم معلقا على ذلك: هذا مما يستدل به على أنه لا بأس بالموعظة بعد الجمعة، ولعله لا في كل شيء، لعله لا في كل شيء، يعني مش كل الكلام، يعني
وكان الشيخ تقي الدين يحاضر بعد الجمعة في أشياء من بيان السنة، فلعله إذا كان لأشياء هام لا بأس، ولعله إذا كان من باب الوعظ لا ينبغي اكتفاء بالخطبة. بيقول يعني لو كان لأشياء هامة أخرى زيادة لا بأس، إنما لو كان هيقول وعظ تاني كلام وعظي خلاص مكفاية الجمعة. ده كلام يعني الشيخ محمد بن إبراهيم. قال: وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بما نصه، هل يجوز الخطبة أو الوعظ بعد صلاة الجمعة؟ الجواب: قالوا لا نعلم دليلا يدل على منع الموعظة بعد الصلاة، ومعلوم أن الدواعي لإلقاء الموعظة تختلف باختلاف أحوال من يلقيها وحاجة الناس لها وأحوال الأئمة الذين يقومون بإلقاء الخطب، فمن أراد الجلوس للاستماع أو أراد الخروج فالأمر في ذلك واسع. وأما الآية التي ذكرتها السائل يعني، وهي قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فلا تتعارض مع إلقاء الموعظة، وبالله التوفيق. يعني ليس ظاهر الآية فانتشروا في الأرض وجوب مثلا الخروج من المسجد فورا بعد صلاة الجمعة، فليس هذا هو المقصود، إنما هذا من باب الإباحة. الله عز وجل أباح لهم بعد ما أدوا هذه العبادة أن ينظروا في مصالحهم الدنيوية بعد الصلاة. مجمل أو خلاصة الكلام أنه لا بأس بالموعظة أو الكلمة بعد يعني الخطبة، لا سيما إذا كان هذا مما يهم المسلمين ويتعلق بمصالحهم الدنيوية والأخروية. والله أعلم. قول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.